أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا العدد الجديد من برنامج من الحياة. في هذا العدد سنناقش تطورات الوضعية الوبائية، خاصة بعد بلوغ ذروة الإصابات والوفيات منذ بدء الجائحة. والمعلوم أن هذه السلالة التي رافقت الموجة الثالثة، ولو هي سلالة دلتا، تعد الأخطر مقارنة بالسلالات التي عرفها الفيروس في العالم والجزائر خاصة، وما يعكس تعقد حالات المصابين سواء المتواجدين بالمستشفيات أو المنازل، تزايد الطلب على الأكسجين. هل وصلت الجزائر إلى ذروة الإصابات والوفيات بالموجة الثالثة التي عصفت بها الجزائر؟ أين يكمن الحل في ظل كل هذا الوضع الوبائي الحرج؟ ما هي السلالة الجديدة دلتا بلاس التي راجل عليها الحديث مؤخرا في الجزائر؟ كيف تؤثر الأخبار السلبية والمغلوطة سلبا على الحالة الصحية للإنسان؟ كيف يمكن للهلال الأحمر الجزائري أيضا والمجتمع المدني المساهمة في مجابهة هذه الأزمة؟ كيف يساعد أيضا الفنانين وبعض الشخصيات المؤثرة العامة على مسايرة هذا الوضع؟ هل نحن اليوم أمام حتمية التلقيح تفاديا لما لا يحمد عقباه؟ وما مدى نجاعة التلقيح في هذه الفترة الراهنة؟ أسئلة وأخرى سنجيب عليها في هذا العدد الذي خصصناه للحديث عن الوضعية الوبائية من برنامج من الحياة مع ضيوفي في البلاطو. أسعد أولا بالترحيب وبالدكتور محمد ملهاج، الباحث في عالم الفيروسات والبيولوجيا السابق في مخابر التحليلات الطبية. أهلا وسهلا دكتور، شكرا لتلبية الدعوة. مساء الخير وشكرا على الاستضافة. العفو. كما يسعدني أيضا أن أرحب برئيسة الهلال الأحمر الجزائري الأستاذة سعيدة بن حبيلس. أهلا وسهلا بك سيدة بن حبيلس، وشكرا لتلبية الدعوة. والشكر أيضا موصول لتلبية الدعوة للأستاذة حفصية تفاحي. نعم أستاذة تفاحي الأخصائية النفسانية. هنيا تفاحي، أهلا وسهلا بك وشكرا لتلبية دعوة البرنامج. إذا المشاهدين الكرام نبدأ النقاش بعد هذا الفاصل القصير. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. لو أبدأ معك نقاش دكتور، من الحالة الوبائية الوضعية الوبائية مؤخرا في الجزائر تشهد وتسجل تزايد في نسبة الإصابات والوفيات، رغم أنه في اليومين الأخيرين شهدنا يعني تراجع نسبي في الإصابات. التساؤل اليوم ربما الذي يطرحه الكثير من الجزائريين، هل بلغنا ذروة الإصابات أم أنه لا يمكن التنبؤ في ظل هذه الظروف المعينة بذروة الإصابات من عدمها؟ تفضل. شكرا. بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، مرة ثانية نشكركم على توجيه الدعوة كعادتكم في كل مرة تكلموا على مواضيع حساسة وخاصة موضوع كوفيد. تحية لضيوفك الكرام سيدة بن حبيلس والسيدة حباس. كذلك نحيي مشاهدي قناة الحياة. فعلا الوضعية الوبائية في الجزائر شهدت وتيرة متسارعة كبيرة في الأيام الأخيرة، وهذا الوتيرة كانت متوقعة، يعني احنا بالنسبة لنا كانت متوقعة للأسباب اللي ذكرناها معكم في نفس البلاطو، ما نرجعوش ليها في كل مرة. الآن الوضعية وين راها رايحة؟ التنبؤات صعيبة. لماذا؟ لأن الآن نسجل تراجع في عدد الإصابات، ولكن هذه نذكر في كل مرة هذه النتائج المسجلة أو المقيدة والمؤكدة عن طريق تقنية البي سي آر، بينما الإصابات الأخرى ما نعرفوهاش لا احنا ولا وزارة الصحة. حتى وزارة الصحة، لأن بعض الإصابات يصعب إحصاؤها والأخرى لا يمكن إحصاؤها. الناس اللي لي بورتور أسيمبتوماتيك، الناس اللي ما عندهمش أعراض، هذو ما نقدروش نحصوهم، حتى هو ما يعرفش روحه إذا كان مصاب ولا لا. كاين بعض الناس اللي يخفيوا الإصابة تاعهم، يعني راه مريض ويعرف روحه. كاين بعض الناس الأخرين تشابه كبير في الأعراض، قال عندي نزلة برد، قال ضربت تعال للبراد يعني كليماتيزور إلى آخره. نحن في فصل الصيف، إذا هذه الأعداد ما نعرفوهاش ويبقى
احنا نقولوا هنا حتى انه في وقت سابق ربما ان توافقني الراي دكتور، في الجزائر كنا نسجل ذروات فيما يتعلق بعدد الاصابات والوفيات، ثم بعد ذلك تهبط هذه الذروه لادنى المستويات لكن لا تعاود الارتفاع مره اخرى. تحدث عن بعض السلالات، لكن في سلاله دلتا هذه الجديده نشهد انه في تذبذب في تسجيل بعض الحالات الاصابات والوفيات. اليوم مثلا 1100 حاله، غدا ان شاء الله 1300 حاله، بعد غد 1100 حالة، يعني في تذبذب فيما يتعلق بالإصابة والوفيات دكتور، إلى ما يرجع هذا يعني؟ نزيد نعاود نقول بأنه في كل الحالات ما عدا لما تكون مستقرة، في بعض الأحيان كنا ننعم باستقرار في وقته، قلنا يعني في وقت من الأوقات كانت الجزائر تنعم باستقرار وقلناها يعني ماهيش مجاملة الواحد ولكن معاينة علمية بمؤشرات علمية. اليوم الحالة أصبحت خطيرة، أنا نقول بأنها خطيرة. التذبذبات هذه اللي رانا نسجلوها، نزيد نعاود نسجل، ما عندناش الرقم الحقيقي، ما نعرفوش. عندنا الأرقام المؤكدة فقط عن تقنية عن طريق تقنية البي سي آر. التذبذبات هذه موجودة في كل دولة، يعني ما هوش سيفري، بالك نشوفوا كي تشوف المنحنى البياني هكذايا، شوفوا اون دون دو سي، يعني في أسنان المنشار، ولكن هذه أمور عادية تبقى. الذروة اللي كنت تحكي لي عليها، ممكن سجلنا الذروة اللي سجلناها عن طريق تقنية البي سي آر، سجلناها في تقريبا 2000 إصابة، الآن ما عدناش تجاوزنا، ممكن هذه، ولكن الذروة باش نعرفوها فيما بعد لما تفوت هذه الموجة عن طريق دراسات استرجاعية، سي دي زيتود ريتروسبكتيف، ثم نقدروا نعرفوا قال هنا في الوقت الفلاني في الساعة الفلانية كنا في الذروة. طيب، رسالة وصلت. نربط الاتصال الآن ببطلة مسلسل عاشور العاشر، الممثلة سهيلة معلم. أهلا وسهلا بك سهيلة. مساء الخير الأخ حمزة. أهلا وسهلا. نعم سهيلة، أطلقتم مبادرة أنتم الفنانين، ربما أنت كنت على رأس هذه المبادرة تحت شعار أسبوع التوعية، ومن قبل أيضا أطلقتم بعض مبادرات التحسيسية والتوعوية، وحتى بعض المبادرات التي شاركتم من خلالها بجمع ربما بعض الأمور المادية لمساعدة بعض المستشفيات والمواطنين. حبذا أولا سهيلة لو تحدثيننا عن هذه المبادرة التي أطلقتموها هذا الأسبوع سهيلة، تفضلي. والله المبادرة هذه هي كانت فكرة جماعية ما بين يعني احنا الفنانين والأطباء، قلنا يعني بعد انصرنا المبادرة الكبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قلنا علاش ما نديروش أسبوع توعية، كل واحد يعني كل فنان طبيب ونتحدث فيها على موضوع فيروس كوفيد، يعني بالإجراءات الوقائية، لو فاكسان، الأكسجين، حبينا الفكرة وفوالا انطلقت يعني دو جو. بديت أنا يعني كانت الدكتورة فلا حسين، حنا قلنا موضوع الإجراءات الوقائية، خاطرنا نشوفوا بلي الناس شوية ما ولاتش دير الكمامة مثلا، كما يقولوا حنايا الغسل اللي جات بغيا، دونك قلنا بوكوا با يعني نتناولوا الموضوع هذايا والاسئله تاع الناس ونحاولوا نجاوبوا عليها عبر اللايف. طيب سهيلة، ربما الكثير أو كثر الحديث واللغط مؤخرا فيما يتعلق بهذه المبادرات التي يطلقها الممثلين، خاصة أيضا بعض الشخصيات المؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن في كل أحوال نجد أنه في بعض الانتقادات تطال الفنانين، يقول لك البعض أنهم يركبون الموجة لصنع الباز إن صح التعبير، كيف تردين على هؤلاء سهيلة بصراحة؟ والله بصراحة نقول لهم بلي احنا قبل ما نكونوا فنانين احنا ولاد الشعب، يعني نعيشوا المعاناة نفسها. احنا رانا نمروا بأوقات صعبة في الجزائر، والفنان عنده مسؤولية كما الأشخاص كلهم، يعني احنا رانا هنا في خدمة المجتمع، في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل، احنا نكونوا دائما هنا في خدمة المجتمع. أظن الفنان الجمهورية والشهرة تاعو هي ملك لنا، ودوره ما يقتصرش فقط على الأعمال الفنية، وإنما في توعية الناس، في الإيجابية، في التعاطف الإنساني. يعني قبل ما نكونوا فنانين احنا يعني أوني اللي زاد في الماء ونحسوا شي يحسوا كامل الآخرين، ما راناش
مختلفين على بعضنا البعض. طيب سهيلة، ربما رسالة تودين تمريرها من هذا المنبر للمواطنين في ظل هذه الوضعية الوبائية وفي المرحلة الراهنة في الأخير سهيلة. والله أنا الحد اللي نقدر نقولها لهم هي إجراءات الوقائية. لازم أولا نكونوا مسؤولين وواعين، هذا هو، لازم نكونوا مسؤولين يعني ريسبونسابل. ولازم كامل يعني مام أنا مثلا شفت واحد ما يديرش كمامة ولا ما احترمش التباعد الاجتماعي، نروح نقول له يعني من واجبي نروح نقول له خويا دير كمامة تاعك باش تحمي روحك وتحميني أنا ثاني. ويعني في هذا الوقت هدايا لازم نكونوا كامل متضامنين، ما لازمش نستهينوا بهذا المرض لأنه كاين بعض الناس والله ما عقبلها. صحيح، شكرا. احنا رانا نشوف الناس كل يوم راهي تموت من فضلكم. لازم اون غيسبكت هذه الاجراءات، ماناش حابين نزيدو نخسرو ناس عزاز علينا. يعني ديجا كل يوم رانا نوضو على لي موفيز نوفيل. صحيح، شكرا جزيلا لك سهيلة معلم على هذا التدخل. نتمنى لكم التوفيق في هذه المبادرة وهذا العمل الجماعي لصالح الأمة ولصالح الجزائر أيضا، وهذا هو دور الممثلين في ظل هذه الأزمات ودور أيضا الشخصيات المؤثرة. شكرا جزيلا لك سهيلة معلم على هذا التدخل. أعود إليك سيدة بن حبيلس للحديث أكثر حول دور الهلال الأحمر الجزائري في مثل هذه الظروف التي تمر عليها الجزائر، وضعية وبائية يعني تعصف بالبلاد وبالعالم أيضا بصفة عامة. أين يكمن دور الهلال الأحمر الجزائري، خاصة بعد الكلام الكثير الذي تحدث عنه البعض فيما يتعلق بغياب الهلال الأحمر؟ كيف تردين عليهم مدام بن حبيلس؟ جيت باش أولا نترحم على أرواح ضحايا ونعبر على تضامني مع كل العائلات. ما فيش عائلة جزائرية ما تأثرتش وما تمسش ما ماتلها واش واحد من أفرادها. لذا نتضامن معاهم. اليوم الوقت ماهوش للرد. ونشاطر نحيي الفنانين والرياضيين والمواطنين والشباب، كل واحد يعني قدم خدمة وعلى رأسهم يعني الأطباء قطاع الصحة من الحارس البسيط إلى أعلى مستوى. لذا احنا أمورنا واضحة، يعني غير اللي يحب يتجاهل هذيك حاجة أخرى. لكن الهلال الأحمر أنشئ في أكبر أزمة عرفتها الجزائر، الحرب التحريرية في 56 بقرار من مؤتمر السومام. ما نطولش، من اللي بدا قبل ما يبدا الكوفيد كانت عندنا نظرة استشرافية. اتصلنا في جانفي كي بان الكوفيد في الصين، اتصلنا بالاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر وطلبنا منهم باش يبعثوا لنا مختصين من أجل تحسين مستوى تكوين مواجهة الوباء ومن أجل تسيير الكوارث. جاونا في جانفي، جاونا 3 مختصين من الخارج، كوننا 50، حسنا تكوينهم، هما مكونين لكن زدنا حسنا تكوينهم 50 متطوع من الهلال الأحمر مكونين. وكملنا في نفس الشهر عملنا ورشات تكوينية جهوية، الجنوب الشرق الغرب والوسط لصالح المتطوعين. كي وصل للوباء للجزائر كنا جاهزين بشريا، ووزعنا التكوين للجمهور العريض. لكن لابد الجميع يعرف ان الهلال الاحمر الجزائري لا ميزانية، ما عندناش ميزانية. احنا قررنا منذ 2014 باش ما نكونش عبء على الدولة وانما ناتي مكملين لمجهودات الدولة. وبفضل عايشين بفضل المانحين والشركاء. وجهنا نداء، خاطر احنا اللي نتعاملوا معاهم هم الفقراء والمساكين. وجهنا نداء وفتحنا ثلاث جبهات، تخوا فرون. الجبهة الأولى التحسيس والتوعية وملصقات إلى آخره. الجبهة الثانية تبرعنا كيفاش نساعد هذه العائلات بالمواد التعقيمية. الجبهة الثالثة مهمة ونحن نتحدث تحت رقابة الدكتور،
يلزم الإنسان اللي باش يواجه هذا الوباء ما يكفيش التعقيم، يلزم تكون عنده مناعة. أكيد. والمناعة يلزم يكون متغذي كما ينبغي. رافقنا توزيع، عندنا التحسيس، توزيع مواد التعقيم والتنظيف وتوزيع مواد غذائية. أكثر من 1,000,000 عائلة استفادت بطرود غذائية وبيل. بعد كي واجهنا النداء الحمد لله، الشيء اللي شجعنا وكانت امتحان بالنسبة لمصداقية الهلال الأحمر أنها فيه كانت هبة. بفضل المانحين وبفضل شركاء جزائريين وأجانب مستثمرين في الجزائر وشركاء من الصليب الأحمر الصيني إلى آخره، تحصلنا على مساعدات. فاستطعنا باش ندعم مستشفيات، أكثر من 10 مستشفيات بالأجهزة التنفسية، بالزوسيجي، بالمونيتورينج دو سيرفيونس، بالبوسترينج. ومن بعد زدنا الكمامات. احنا اول يعني اول مساعدة جاتنا متاع 100,000 تيست رابيد. طيب سيدة اسمح لي، سلمناها للانستيتيو باستور. اول عملنا ايضا سلمنا في البداية 400,000 كمامة للبي سي اش. وقعدنا نواصل. الآن احنا يعني لابد الناس تعرف احنا نواجه نداء. كي جات أزمة قبل ما تجي أزمة الأكسجين، احنا وجهنا جاتنا مساعدة في هذه النقطة سيدة بتحبينس، لأنه الهلال الأحمر الجزائري منذ بدء الجائحة وأنت تعطي الآن معطيات ميدانية شاركتم فيها في كل مرة. طيب لماذا في هذه الفترة تحديدا؟ هاي المعطيات في هذه الفترة احنا تحصلنا على مكثفات الأكسجين لنا 4 أو 5 شهور. ووزعوها، ما هوش عدد مش كبير، 30 أو 40 مكثف نسلفوهم للناس. واحد فقير يخرج. بعد كي شفنا الأزمة الضخمة توجهنا نداء. أنا ما نتحدثش قبل ما نتحصل على شيء ملموس. أكيد. وبدأت ردود الفعل، هما بدأوا في الانتقادات. يعني نقول لك بكل صراحة، أنت سيد لا ميشانستي غراتويت، يعني ما عندها حتى مبرر. هم يعني باش تضرب مؤسسة مثل الهلال الأحمر، عيب في ظرف كيف هذا. طيب ما هي غاية هذه الأطراف سيدة بن حبيس؟ كي وجهنا نداء بداوا المستثمرين يجيونا. جاونا سيفيتال، إفري، سوما، جاو واسمو في 3 أو 4 رؤساء أعمال رجال أعمال متاع المنظمة اللي مترأسها السيدة أجلي. فيه اتصلوا بينا أيضا، زادوا عملنا طلب للجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. لذا بدأت كي تحصلنا خرجنا للصحافة وعلمنا. لليوم ليومنا هذا قدرنا ندخل 4 مولدات متاع أكسجين. الأخيرة بعثنا البارح، 2 متاع البارح عندنا عين وسارة، واحدة المستشفى عين وسارة والأخرى طيب يمكن حصر هذه ربما الحملة في إطار أنها حملة إساءة استباقية. اسمح لي باش نعمل نبين لهم الطريقة. احنا ما نسمحش لنفسنا، ممنوع علينا نجمع التبرعات. عندنا رقم حساب جاري نعطيوه اللي يحب يصب في الرقم الحساب الجاري. اما باش الهلال الاحمر يمشي يجمع ما ندخلوش في المعمعه. حاجه اخرى، نخدم بالتنسيق يعني الوطيد مع وزاره الصحه، مع وزاره الصناعه الصيدلانيه، ومع وزاره الخارجيه. لماذا الوزاره الخارجيه؟ وزارة الخارجية هي اللي همزة توصل بيننا وبين سفاراتنا في الخارج، وخاصة سفارة الجزائر في الصين. ما نحبوش ندخلوا في الاتصال مباشر مع البائعين اللي فورنيسور إلى آخره. سفارتنا في يعني عن طريق وسطاء بين سفارة عن طريق يبعثونا لفيش لوسهم. هاي هذه من وزارة الخارجية بعثوا لنا لي فاكتور بروفورما، هما اللي يشوفوا يعطيونا. ورانا عملنا كوموند، مشات يعني طلبنا 5,000 مكثف اكسجين. وعملنا ما هي الفترة التي سيصل فيها العدد؟ يعني ان شاء الله عن قريب، مش 5,000 دفعة واحدة، يبعثوا لنا 1,000 مقدم. وغدوة ان شاء الله نعملوا كي دخلت لنا الاموال
خاطر الناس يصبوا الأموال في الرقم تاع الحساب تاع الهلال الأحمر وحنا نعملوا لي بون كوموند. عملنا ديجا لا كوموند نتاع 15 مولد أكسجين. طيب الرسالة وصلت سيدة بن حبيلس، أذهب إليك الآن. يعني مهم نعم. جدا باختصار لأنه راح نولي بخف عن عجالة. هذوم اللي وصلوا الاتصالات جاتنا، احنا ما عندناش، عندنا اتصلوا بنا من لاغوات، من باتنا، برج بوعريريج، الكالمة، مدية، سوكهراس، وهران، بومرداس، تلمسان، برج بوعريريج، بجاية، يعني اغلب الولايات الجزائرية، تمراس، تنعامة، الجنفة. هذوم الناس فيه اللي دفع وفيه اللي فيه في اجراءات إدارية. بدي نركز على نقطة أساسية، احنا الهلال الاحمر الجزائري نحب نخدم في اطار احترام قوانين الجمهوريه. طيب. لا فوضى في التضامن. وربما هذه في بعض الاحيان تعطل ان صح التعبير بعض الخرجات. لا لا بتسمح لي، عندنا تجربه في زلزال بمرداس 2003 كانت فوضى في التضامن وما وصلتش لذا. كي تكون ازمه يلزم يكون استراتيجيه، تكون منظمه، تكون قوانين. طيب. لان مش نعرفوا من يقوم بمن. طيب جميل، رساله وصلت سيده بن حبيلس. اذهب اليك سيده تفاحي، ونتحدث عن قضيه مهمه نعيشها اليوم من الجانب النفسي، اكتئاب كثير من المواطنين في ظل هذه الوضعيه الوبائيه، في ظل انتشار الاشاعات في عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منصات التواصل الاجتماعي. كيف تؤثر هذه الاشاعات وهذه الاخبار المغلوطه في بعض الاحيان على صحه الانسان سيده تفاح؟ الله يسلمك، شكرا على الاستضافه ثانيه. اوجه تعزيه الى الشعب الجزائري والشفاء ان شاء الله، ان شاء الله يا رب، للمرضى اللي راهم في المستشفيات واللي راهم في المنازل تاعهم. نقول بأن الشعب الجزائري راهو في حداد، الشعب الجزائري راهو في اكتئاب، هذا على بالنا بها. احنا هنا نشوفوا الجانب النفسي راه يأثر، يعني كما نقولوا احنا المناعة النفسية ما لقيناش، ما كاش مناعة نفسية. وعلاش؟ لأن المريض راهو في المستشفى، راهو محطوط في المستشفى والأهل تاعو راهم برا يستناو الا في الموت، لان كوفيد 19 بالنسبة لهم هو الموت يعني. وفي الحقيقة قلنا ديجا هو مرض يؤدي الى الموت. هنا نلقاو ان الكوفيد هذا عنده احتمالين. الحاجه الاولى، احنا كاخصائيين نفسانيين كنا نستناو باللي راح تنتج بعد ذلك، بعد الكوفيد، بوست كوفيد، قلنا باللي كاين اضطرابات في السلوك، ظهور بعض الاضطرابات الوسواسيه القهريه، هذه غسل اليدين، وضع الكمامه، يعني تلقى الشخص اللي كان عنده وسواس الحق للتوك، هو كان عنده غير اضطرابات، الان ولات فكريه ويتحكم فيها، يديرها في يده. الحاجه الثانيه ممكن ان كوفيد 19 هذا الانسان كان ذو شخصيه عاديه، بعد ما اصاب بالكوفيد ولا بعد ما صرات هذه المشاكل كل ولا انسان وسواسي. ولكن نروحوا ونجوا، يعني احنا نعاودوا نولوا، اذا كانوا عنده لي زونتيسيدون، اذا كانت عنده القابليه باش تكون عنده اضطرابات شخصيه او راح يروح لها، بصح اذا ما كانتش عنده القابليه يقدر ممكن ما يروحش لها. ومن هنا من هذا المنبر احنا واش نقولوا؟ نقولوا لهاد الناس حتى راهو عندنا كوفيد، يعني الموت بالكوفيد او بلا كوفيد. نعم. انسان أكيد. يدير شويه نضج عقلي، نضج عاطفي، لازم الانسان يفكر رانا امام الموت صح، ولكنه ابتلاء. هذا الابتلاء جانا لازم نلقاو حل كيفاش نخرجوا منه. مثلا نقولوا عائله فقدت الاب، انا نحاول كيفاش نحافظ باش ما نفقدش جميع الاسره. ناخذ الوقايه، ناخذ الاجراءات اللازمه في الوقت الاستعجالي، يعني ماشي نزيد نفكر باللي هو ثاني راح يموت وبعد لا ما عندناش اكسجين، ما عندناش هذه، ما عندناش. لازم الانسان يكون واعي. انا حبيت نقول للشعب الجزائري اليوم، ما نزيدوش نقول، انا على حسب رايي ما نزيدش نقول له باللي دير تباعد جسدي، دير تعقيم، دير البافيت، لا لا، نقول له فكر، لازم تكون واعي، لازم تاخذ الحذر. انت كل واحد مسؤول على نفسه، كل واحد ياخذ الحيطه على حسب الاهميه تاع الموضوع اللي نكونوا فيه.
نعم. طيب دكتور، نحن تحدثنا الآن عن قضية مهمة لو هي الجانب النفسي للمواطنين والإنسان الذي يؤثر سلبا أيضا فيما يتعلق بنقطة مهمة أيضا لزونتيكور في الكور تاع الإنسان، كيف يؤثر عليها العامل النفسي برواب الدكتور؟ بطبيعة الحال واش كنت تقول، كاين تأثير دائما عندنا المبدأ هو التأثير النفسي على الجسم ولا التأثير الجسمي على النفسي، يعني لا ريبيركسيون بسيكوسوماتيك. الآن بالنسبة للعلميا كيف هم فسروها، كاين هرمونات، هرمون الكورتيزون لما يكون الإنسان في حالة قلق كبير، كاين هرمونين يديرهم الأدرينالين ويدير الكورتيزون. الكورتيزون يأثر على الجهاز المناعي، الجهاز المناعة بدوره كذلك يفرز سيتوكينات، لسيتوكين هذه اللي تأثر على الجهاز العصبي. احنا نعرف بأن الجهاز العصبي هو مركز القيادة اللي يعطي التعليمات لكل أعضاء الجسم ولكل الغدد ولكل الهرمونات، وعلى هذه اللي نوصي دائما الابتعاد عن القلق، لأن الإنسان لما يتقلق ولكن ما كانت تقول المختصة النفسانية منذ قليل يتوسوس. الوسواس هذا والقلق راح يضعف جهاز المناعة، وجهاز حنا نعرفه بالشي اللي نعرفه على الكوفيد هو أنه يعني ينتهز الفرصة عند الناس اللي عندهم جهاز مناعة، يفضل الناس اللي عندهم جهاز مناعة منخفض على ولا ضعيف. على هذه اللي نوصوا الناس دائما التفاؤل، يعني الانسان الكوفيد هذا كاين شويه تهويل في الاخبار، يعني كاين اينوبليفيكاسيون دو لانفورماسيون، الناس انهم يهونوا يعني دائما يزيدوا يديروا على هذه اللي نقول للناس دائما روحوا، يعني الانسان ياخذ الامور ببساطه. والفيروس هذا ككامل الفيروسات ماهوش يعني الانسان لما يتخذ الإجراءات الوقائية راح قادر يحمي نفسه بالإضافة للحماية النفسية اللي كانت تكمل عليها أتكلم عليها. لي ميزور باريير يفو با لي زوبليي، هذه الإجراءات هذه اللي ممكن أنها تحمينا وبعد نجول للتلقيح. طيب سيدة بن حبيلس، ربما بالحديث عن الإشاعات أنت تعرضت لموقف فيما يتعلق بنشر خبر على أنه سيدة بن حبيلس عبر مواقع التواصل الاجتماعي تم نقلها على جناح السرعة وهو خبر كاذب في نهاية المطاف، كيف تعلقين على هذا وما هي الرسالة أيضا مهمة التي يمكن توجيهها لمثل هؤلاء الذين ينشرون الإشاعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ أنا بكل صراحة ننطلق من مبدأ الرجوع للأصل الفضيلة، كلنا مؤمنين وكنا يعني ديننا هو الإسلام. نعم. يعني هذه ونشكر وزارة الشؤون الدينية، لأن مانيش مختصة بالشؤون الدينية لكن تعلمناها على الأجداد والأباء، يعني اللي يخلق إشاعة ولا يكذب، وخاصة أنا اللي وقعت فيه ناس كبار من العائلة كبار في السن 80 85 90 سنة، قالوا لهم شباب قالوا ما سمعتوش فلانة راهي في عين النعجة في قريب يعني هبلوا. من بعد نتفاهموا، نقول لك بكل صراحه عيطوا لي كي تلفوا، قال لك رانا رفعنا لهم الدعوه وكلنا عليهم ربي في الصلاه، لذا انا ممكن تغيظني لكن نشوفوا تاثيرها على العائله. نعم. لان في الناس كامل مش واعيه، ما هيش عارفه اللي الفيسبوك فيه وعليه، فيه الجانب الإيجابي وفيه السلبي. الكل تظن كأنه رسمي، الناس اللي ما همش يعرفوا الكبار ولا يقول لك لا لا هم قالوا هاو عملوا. لذا أنا نتسائل بيني وبينك، نتسائل ما هو الهدف؟ أنا كن نخرج خبر على فنان ولا مسؤول ولا راه مات ووريو لك حتى الجنازة، وهذه الظاهرة كنا نلاحظها ونتابعها يعني قبل كورونا. يعني أنا مش نقول عيب حرام، تقول العدالة يعني في القانون يسمح يعني الواحد يرجع للعدالة، لكن عدالة رب يقوى من كل شيء. يعني عيب عليهم. أنا النداء اللي نوجهه لهؤلاء، يا جماعة أي وضع تضيعوا وقتكم وطاقتكم في هذه الحكايات اللي ما تخدمكم ما تخدم الآخرين، وظفوها في حاجة أخرى. عندك حابب تعمل ملاحظة ما عجبكش مثلا، ما عجبتكش الخدمة ولا شفت غياب، تقول غياب الهلال الأحمر، اتصل بالهلال الأحمر، الفت انتباهه، يجي يقدم خدمة، أعطي أمل، كون مصدر أمل، مصدر تشجيع، مصدر خير. يعني نتأسف رانا في حالة حرب ضد الكوفيد،
ميلز يفو با سو ترومبي دو سيبل، ما نغلطش انا في العدو. عدونا الوحيد هو الكوفيد حاليا. لذا حتى انا الجماعه اللي تنتقد نقول لهم يعني سماح. المهم نحط اليد في اليد. التضامن واش هو؟ سلسله ستون شان. سلسله احنا حلقه من هذه السلسله. نحط اليد في اليد، اللي يقدر يمشي يزور طبيب، اللي عنده جار يستحق فيتامين. احنا يجيونا الناس المواطنين ما عندهوش باش يشري الدواء. نضطر عملنا عندنا صيدليات. المبادره ايضا قمنا بها بالنسبه للتلقيح. التلقيح فما ناس في الديار في القرى ما عندوش باش يوصل المركز. صحيح. عملنا التلقيح الجواري. عندنا سيارات الاسعاف نتاع الهلال الاحمر، اعطينا رقم الهاتف الاذاعات المحليه يتصلوا وتمشي السياره بالاطباء. طيب. يعني الناس هذو باش نرجع للناس هذو، كل واحد ينجم يقدم خدمه. يمدش قرعه ما راهو عمل حسنه، على الاقل الخدمه اللي تقدمها اسكت. طيب طيب، رساله وصلت سيده بن حبيلس. باختصار لنخرج من الجزء الاول، استاذه تفاحي نتحدث عن الطرق التي يمكن ان نتخلص على الاقل ولو نسبيا فيما يتعلق بهذه الاخبار السلبيه التي تروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وما هو دور الاباء في نهايه المطاف في ظل هذه الحاله؟ هنا يعني بماذا تقصد دور الاباء؟ اقصد دور الاباء فيما يتعلق على ابنائهم الذين ربما يتابعون هذه الاخبار السلبيه التي تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يعني بالنسبه للابناء اللي كنا نشوفوا، احنا حاجه الاولى لازم التوعيه، لازم نوعيوا اولادنا واطفالنا في المنازل. ولكن المشكل ما راهوش في الاطفال، المشكل راه في المراهقين. نعم. وفي الرشد. يعني حسب التواصل الاجتماعي هذه الاشاعات اللي راهم يوضعوها، حتى تلقى ناس كان عندهم امل يكون محبط ما عندوش جهاز تكتيف، يلقى في التواصل الاجتماعي كاين انسان هو يبيعهم، كاين انسان يمدهم، لما يتصلوا ما يلقاوش هذه الحقائق. يعني هنا شوف الشعب الجزائري راهو في شخصيه مزاجيه، شغل كاين حلول وما عندناش حلول، ومن بعد كي نعاودوا نولوا ما عندوش حلول هذا الانسان. يعني احنا اللي لازم نلقاو حلول لانفسنا. ولكن احنا نقولوا هذا التواصل الاجتماعي كما قالت سيدتي، سواء نديروا حاجه فيه مليحه سواء ما نديروش. صحيح. طيب، رسالة وصلت، شكرا جزيلا لك استاذه فاحي. المشاهدين الكرام، نخرج فاصل اشهاري ولنعود معكم، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذا الجزء الثاني من برنامج من الحياة. لمن التحق بنا للتو، نحن في هذا العدد نناقش تطورات الوضعية الوبائية، ونتحدث أيضا عن بعض المبادرات التي يطلقها بعض الممثلين والمؤثرين، ونتحدث أيضا عن دور الهلال الأحمر الجزائري في مثل هذه الأزمات. لو أستأنف معك النقاش دكتور، ونتحدث عن نقطة مهمة كنت أشرت لها في مقدمة البرنامج، ألا وهي الحديث مؤخرا عن سلالة دلتا بلس المتحورة، التي البعض يقول لك أنها بدأت تدخل الجزائر، في حين أنه معهد باستير لم يعلن لحد الساعة على هذه السلالة وتسجيل أول حالات الإصابة، مقارنة ببعض الدول أيضا ربما أنت تؤكد المعلومة فيما يتعلق بتسجيل مثل هذه الحالات في هذه السلالة. تفضل. بالنسبة لسلالة دلتا بلس كما يسموها الآن، هي نفسها سلالة دلتا، إنما عندها متحور جديد في طفرة في البروتين الشوكي اللي هو الكا 417، وهذا معروف بالتحورات تاعو. ولكن هذه السلاله عندنا ملاحظات، ما عندناش دراسات علميه موثقه الى حد الان ومنشوره، ما عدا بعض الدراسات الصغيره المنشوره في بعض المجلات العلميه. عدد الحالات اليوم ما يتعداش 430 حاله عبر العالم. عدد الدول اللي فيها سجلت اصابات ولو صغيره بالابحاث الجينيه تاعهم، سجلوا اصابات هو 30 دوله الى يومنا هذا. اذا شويه كاين، ومازال ما عندناش معلومات. كاين بعض الفرضيات اللي يقول لك بانه عنده انشابمون ايمونيتير، يعني ما عنده هروب مناعي، انه اللقاحات تصبح تنقص الفعاليه تاعو امام هذا النوع من المتحورات. وكذلك اللي ماهيش ثابته الى يومنا هذا، ويقول لك باللي سرعه الانتشار، ولكن الملاحظات الاولى تقول بان عنده نفس سرعة الانتشار مع دلتا. يعني طيب، فيما يتعلق بالأعراض، هل نفس الأعراض التي تطرأ على دلتا هي نفس الأعراض التي تطرأ على دلتا بلس؟ الأعراض دكتور؟ الأعراض تصنفها منظمة الصحة العالمية إلى ثلاثة. هناك الأعراض الأكثر شيوع، الأعراض الأقل شيوع، والأعراض الخطيرة.
كل إلى يومنا هذا ما كش متحور عنده أعراض حصرية خاصة به. هناك بعض الملاحظات اللي يديرهم الأطباء في بعض الأحيان، كاين اللي يدير فقدان الشم وكاين اللي ما يديرش، هذا في الأعراض الأقل شيوع. الأعراض الشائعة هي السعال الجاف، الحمى، وكذلك الإرهاق والفشل. بينما الأعراض الخطيرة هذو اللي نفرقوا بيناتهم، يعني الأكثر شيوع والخطيرة، هي الضيق في التنفس والصعوبة في التنفس، وكذلك الوهن، هذه كلها اللي تعتبر أعراض خطيرة. فيما عدا هذا كلها أعراض نسجل من حين لآخر. بعض السلالات تسجل لدياري يسهل. ونزيد هنا نذكر بأن ما كل ماهوش كل إسهال، إحنا رانا في الصيف ماهوش كل إسهال هو كوفيد. يعني لدياري دوتر فيروس اللي مدوا لدياري، كاين الجراثيم اللي مدوا لدياري، كاين لي بارازيت اللي مدوا لدياري، وكاين لو ستريس ثاني اللي يمد للدياري، وكاين ساتان انتيبيوتيك اللي يمدوهم يمدوا للدياري. هذه بعض الملاحظات برك اللي نديروها. طيب فيما يتعلق بالفئات المستهدفة، يقال أنه هذه السلالة الجديدة تستهدف أكثر فئة الأطفال دكتور، فعلا في حين أن الأطفال لحد الآن لم نجد أو لم يوضع بعض لهم اللقاح فيما يتعلق بكورونا. دكتور، كيف يمكن التعامل مع مثل هكذا سلالات؟ الآن الدراسات المتوفرة مع سلالة دلتا بلس واش تقول؟ تقول بأنه هناك نقص في الفعالية بالنسبة لبعض اللقاحات، ويقولوا بأن ماهوش معناتها ماهيش فعالة عند البعض، معناتها إذا كانت نسبة الفعالية تكون 97% ولا 94 ولا 70 تهبط، ممكن أنها تصبح 70% إلى آخره. اللقاحات إلى يومنا هذا حسب تصريحات المنظمة العالمية للصحة، حسب تصريحات بعض مراكز البحث، وحسب تصريحات المخابر، يقولوا بأن اللقاحات تعتبر فعالة ضد السلالات المتحورة الجديدة. الآن بالنسبة لتقيس الآن سلالة دلتا ولا دلتا بلس، تقيس كل الفئات العمرية بدون استثناء. احنا كنا في الكوفيد الكلاسيكي كنا نقولوا بأن الأطفال والرضع وهذو ما يقيسهمش، الان اصبح يقيسهم ويأثر فيهم. هنا في الجزائر نسجل في استشفاء لي سيرفيس دو بيدياتري، عندنا في العالم كاين، في تونس كاين 3000 اصابه تاع عند الاطفال اسبوعيا. يعني هنا اللي نقولوا الان، هنا نقولوا للاولياء شدوا ولادكم. طيب. يعني الان الحمايه في هذه النقطه اعود اليك أستاذة، ربما وأنت التي تعملين في مستشفى دويرة، هل سجلتم بعض الحالات فيما يتعلق بإصابات الأطفال بفيروس كورونا؟ لأنه كان في حديث فيما يتعلق بمستشفى دويرة على أنه سجل إصابات كثيرة. تم يوم الخميس الماضي. تؤكدين يعني المعلومة؟ نعم، حسب ما صدرت نعم تم تسجيل 100 حالة، ولكن كما يقول الدكتور هنا تدخل لي بارون، هنا يدخل الأولياء. ما دور الأولياء؟ ما ننساوش حنا بلي رانا في عطلة. يعني هاد الأطفال لازم نشدوهم في المنزل، وش راني نقول لك، لازم نوعيو أطفالنا، لازم يعرفوا بلي هاد المرض راهو دوك يقيسهم هما. وثاني في نفس الوقت نزيدو نخافوا مصلحة، مثلا مصلحة الولادة، يعني الرضع يصيبونا بالكوفيد، يعني تقول أنت منين جاب الكوفيد؟ جابوا من عند الأم تاعه ولا جابوا عدوى من قدامه؟ يعني حتى تلقى الناس يخافوا باش يروحوا المستشفى. أنا نظن يعني من أسباب وهنا ربما يحالنا إلى الحديث عن اضطرابات في السلوكيات. نعم. أستاذة، وهذا ما كنا نتحدث عليه في الكواليس، مثلا قضية نذرة لوفينوكس هذا. نعم. الدواء، كيف تعلقين على هذه القضية؟ يعني هنا لاحظنا حنايا اضطرابات سلوكية للشعب الجزائري. بعد ما كانوا نحوسوا على الحليب ومن بعد الخبز ومن بعد رحنا الدقيق الى غير ذلك، نعاودوا نولوا الى الصحة. يعني الصحة يعني شيء مقدس اخلاقي. يعني وفي نفس الوقت يحليلهم. يعني واحد يقول لك انا نشريت تريتمون تاع الكوفيد وراهو في الدار، يعرف تريتمون، يعرف بلي زيتروماكس، يعرف بلي كاين نوتخ انتيبيوتيك، يعرف كلش. كي نقول له انا علاش شريت وحده، نخاف نروح يجيني المرض، وكي نروح نشري ما نلقاش باسكو نموت. هنا راهو توهم المرض. يعني ولا الشعب الجزائري نو سيلمون المرض موجود، في عود ما نعاونوا اللي راهم مرض ونحلوا لهم مشاكل تاعهم، نزيد انا كاخصائيه تولي عندي مشاكل اخرى لازم ننتبه لها قبل ما نلحقوا الأسوأ. طيب سيده بن حبيلس، نبقى دائما في هذه القضيه، كيف تعلقين؟ وهل ربما في هذه الايام الاخيره
ربما تستقبلون بعض الاتصالات أو الطلبات فيما يتعلق بهذا الدواء لوفينوكس؟ مش الأيام الأخيرة منذ بداية المرض لوفينوكس حتى كيبدا متوفر غالي ما هوش بإمكان المواطن البسيط الفقراء. نعرف أن الأزمة تسبت في ارتفاع عدد المحتاجين. احنا يجيونا ناس يقول لك ما عنديش باش نشري لوفينوكس وضروري، تلقانا نواجه نداءات نشوفوا دي فارماسيان إلى آخره. الآن قررنا باش نعمل حملة عن طريق الفيسبوك للتبرع باللوفينوكس، ومن جهة أخرى الهلال الأحمر الجزائري عمل كوموند للبي سي اش كمية معتبرة من لوفينوكس الأخرى باش نعطيوها للصيدليات نتاع الولايات ونساعد بها المواطنين. احنا دائما وابدا نفكر في المواطن هذيك اللي ما عندوش باش يشري عشان ليله ويتصاب. يلزم يعني الحمد لله يعني تكافؤ احنا في بلد اللي نصعبوا باش تكون تكافؤ الفرص. الان تكافؤ الفرص في الحياه. وبدي ايضا حاجه اللي ناكد عليها، مليح الناس كامل مركزه على الاكسجين، لكن السؤال مطروح ما هو التحدي اللي يلزمنا نرفعوه باش نقوم يعني بمجهودات باش نوصل للدرجه اللي ما عادش نحتاجه. وما هو هذا التحدي؟ ما هو التحدي سيده؟ كيف نصل يعني نوصل للدرجه اللي ما عادش نحتاج هذه الكميه الكبيره؟ الاكسجين دائما نحتاج له، لكن بهذه الكميه عادية. الامور بسيطه، نقول لك بكل صراحه نرجع ونركز على التباعد التنظيف إلى آخره، نسهر على مناعة الناس، ندعم من ناحية المواد الغذائية، يعني ونكثف في التلقيح. وفي هذا الصدد الهلال الأحمر الجزائري وضع كتبت للسادة الولاد وضعنا مقراتنا الكل على مستوى الوطني تحت يعني من أجل استعمالها كمراكز للتلقيح مؤطرة بالمتطوعين. ونزيد نركز حاجة مهمة جدا وماذا بنا تتعمم، هو التلقيح الجواري لا فاكسيناسيون دو بروكسيميتي. يلزم نمشيو للقرى، أيضا نمشيو للديار، فما ناس عبد كبير مريض معوق، كي نقول مريض معوق ما يقدرش يتنقل من بيته الى المركز. طيب. يعني التلقيح يلزم نركزوا عليه، هدفنا باش نوصل نتهناو من ازمه الاكسجين. طيب سيده بن حبيلس، انت في الجزء الاول تحدثتي على انه الهلال الاحمر الجزائري لا توجد عنده ميزانيه لكي لا يثقل او كاهل الدوله فيما يتعلق بهذه النقطه. طيب هل توجد بعض الشراكات فيما يتعلق بهذه النقطة؟ طبعاً. وهل اليوم الهلال الأحمر الجزائري مستقر ماديا لتقديم الدعم اللازم للمحتاجين في الجزائر؟ لا ما نجمش نقولوا هذا. ما نجمش نقول اللي الهلال الأحمر الجزائري عنده الإمكانيات باش يواجه كل المتطلبات. أنا أتحدث عن الاستقرار، لم أتحدث عن الإمكانيات. يعني في هذه الوضعية الوبائية الراهنة، هل الهلال الأحمر مستقر لتقديم المساعدات اللازمة عبر الولايات؟ مستقر ما معنى مستقر؟ أتحدث استقرار المادي طبعا. المادي احنا الحمد لله يعني المانحين، وجه نداء كما على الأكسجين، وجهنا طبعا كما الكمامات، جينا مساعدات من الصليب الأحمر الصيني، من الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، نتصل بالمتعاملين الشركاء، عندنا عدة شركاء، عندنا شو يعني الاتحاد الدولي والصليب الأحمر والهلال الأحمر يضم كل المنظمات الإنسانية من هلال وصليب أحمر يعني، وعندنا ندفع الشراكة نتاعنا كي نحتاج هكذا، هم باش يساعدونا بالكمامات، باش يساعدونا بالمكثفات
نتاع الاكسجين، الشركاء اخرين هما المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والمتعاملين الاقتصاديين الاجانب المستثمرين في الجزائر. طيب سأعود اليك استاذه. طيب دكتور، نتحدث عن نقطه ايضا ربما اراها انها مهمه، وهي استهلاك الكثير مؤخرا فيما يتعلق بالمضادات الحيويه. البعض يتساءل كيف تؤثر المضادات الحيويه على صحه الانسان في هذه الفتره، خاصه الذين ربما يكونون مصابون بكورونا، لأن المختصين تحدثوا في هذه النقطة مؤخرا وقالوا أنه يجب الابتعاد عن التطبيب الذاتي إن صح التعبير بروفيسور أو دكتور. نعم، احنا نزيد نعود نأكد هنا، لأنه واش راح يدير له من الناحية العلمية؟ راح يمد له إن ريزيستونس أوز أنتيبيوتيك، يعني il va épuiser son portefeuille en matière de d'antibiotiques. تعرف بلي الإنسان في كل مرة يدير مقاومة لنوع معين من المضادات الحيوية، وهذا لماذا؟ لأن الاستعمال بدون استشارة الطبيب، لأن الطبيب هو اللي يعرف أي نوع من المضادات الحيوية اللي يعطيه لك. المضادات الحيوية الآن أصبح يعني يا سيدي جارم بانو، يعني ماشي ما همش خاطرين، صبحوا عندهم مقاومة كبيرة في المخابر. لما نديروا تحليلات نديروا الانتيبيوغرام نشوفوا بأن كاين اللي تلقى عنده مازال عنده حساسية للانتيبيوتيك واحد ولا اثنين. هذا منين جاي؟ جاي من لوطوميديكاسيون، الاستطباب الذاتي. الإنسان يروح في الدول الأوروبية ما يعطيكش انتيبيوتيك سون اوردونونس، يعني كن مهني ما تديش. هنا دائما نحثوا ان هذا لانه فيه ضرر على صحه الشخص وعلى المدى البعيد، لانه الانسان يدي لي زونتيبيوتيك راهو في كل مره يستهلكهم، خاصه بعض الناس يستهلك نهار يومين مع تحبس له الحمى، يحبس المضاد الحيوي. هنا واش راح يصير له؟ راح يطور مقاومة للمضادات الحيوية، وهنا خطر على الصحة تاعو. يعني هكذا يولي اليوم للمضادات الحيوية، يلحق اليوم المضادات الحيوية تولي ما تأثرش فيه وما تفيدوش، يعني يديرها على هذا اللي نوصي الناس دائما، خاصة في استعمال المضادات الحيوية بدون وصفة، وخاصة نزيد الوصفة. كاين الناس اللي يروح للطبيب يعطي له الوصفة يومين ثلاث ايام مع تحبط له الحمى، مع يقول لك خلاص بريت. وهنا واش راه لو فينومين دو ريزيستونس، يعني الظاهره تاع هذه تاع عمليه المقاومه تبدا، ويدرب الجرثومه هذه البكتيري يدربها باش المره الجايه تصبح مقاومه لهذا رغم الوصفه الطبيه. اذا لما يعطي له الطبيب، اذا قال له سبع ايام يعني معناها سبع ايام الطبيب هو اللي يعرف شحال يعطي له، كذلك كاين اللي يزيد وكاين اللي يهبط وكاين. هنا دائما نتقيد بالوصفه الطبيه. طيب استاذ ربما اعطي تعقيب. نعم، فيما اضافه فقط بالنسبه للوفينوكس. احنا يقول لك باللي ان لوفينوكس، قله وجود لوفينوكس هو كثره استعماله في المواقف اللي ما لازمش نستعملوها. يعني ماشي كل واحد عنده كوفيد لازم له يدير لوفينوكس. ولكن احنا الشعب كما يقول الدكتور ولاو ياخذوا ادويه وحدهم بلا ما يشوف طبيب، بلا ما ياخذ اوردونونس الى غير ذلك. الشيء الثاني اللي حبيت نذكره، حتى انه البعض ربما تستثمر في هذه الجائحه، وهذا شاهدناه. نعم، وتذهب الى سوق سوداء واعاده بيع بعض ربما ان صح التعبير الاكسجين وهذا لوفينوكس وكذا. نعم، يخزنه ثم يخرج ويبيعه في سوق سوداء. نعم، باسعار خياليه. نعم، في بعض الاحيان، وهذا ما شاهدناه في كل الازمات. نعم، التي شاهدناها في الجزائر. هناك اضطراب سلوكي مثلا في استعمال الاكسجين. في عود ما احنا نقعدوا غير نخمموا نجيبوا كثافه تاع الاكسجين، هناك حلول اخرى. انا مثلا نعطيك على سبيل المثال، عندنا دي مالاد كانوا دخلوا بدي ساتوري 82 83، كي نديروا لهم الاكسجين يعاودوا يتحسنوا يلحقوا حتى 95 96، نخرجوهم مي نقولوا لهم اوموا شدوا مكثف تاع الاكسجين تاع 5 لترات في المنزل. كاين مرضى اللي ما يسحقش الاكسجين كي يروح للمنزل تاعو، اللي تلقاه مازالوا يمشي بها. كي نبوزيو لا كيسيون للاهل يقول لك ما نقدرش نحي الاكسجين نخاف. حتى انه البعض حذروا من استعمال مفرط للاكسجين. نعم، لانه يؤدي الى
ربما مضاعفة مميتة دكتور، ونستعملوا دائما يعني على حسب ما شفتنا هنا في الشعب الجزائري نستعملوا كل حاجة فوق الحد تاعها، ممكن بعد اللي ما تعطينيش المصداقية تاعها. طيب. هنا لقينا احنا كحلول باغ اكزومبل اللي هادو اللي راهو يزيد يديها معاه للدار، انا جبريفير يمدها لواحد اخر اللي راهو دي ساتوري وامام تو يهتم بلا ريدوكاسيون بولمونير. راهم اللي كاينين راهم عندنا، اللي كاين يقدر يروح ليه للدار يدير له مرتين يوري له كيفاش ياكتيفي لي بومون تاعو، يعاود هو يتعلم يجيب الاكسجين من الذات تاعو من المناعه الذاتيه تاعو. ماشي معناتها هذيك لاباري راهي قدامك شغل هو بالنسبه ليه لاباري هي نعيش بها ولا ما نعيش. طيب. لا، لازم نعرفوا بلي ماشي معناتها كي الناس يقول كاع الاكسجين الاكسجين معناتها الاكسجين هو اللي راح يعيشني. دكتور باختصار تحدثت الاستاذه عن نقطه مهمه لو هي استعمال المفرط للاكسجين، هل فعلا كما يقول بعض المختصين انه هذا الافراط في استخدام الاكسجين يؤدي في بعض الاحيان الى مضاعفات قد تؤدي الى الموت؟ احنا دابا نرجعوا للدراسات والاحصائيات الموجوده عندنا والمتوفره من طرف منظمه الصحه العالميه. منظمه الصحه العالميه تقول بان 80% من المصابين بكوفيد ما يحتاجوش الى استشفاء، 20% 15% منهم من 20% يحتاجوا الى استشفاء وربما يحتاجوا الى عنايه طبيه يعني مراقبه طبيه، 5% فقط اللي نظريا يروحوا للعنايه المركزه ويروحوا للانعاش وهذو ضروري لهم الاكسجين. يعني عندنا اللي نقدروا نقولوا بان ضروري هو 20% فقط بما فيهم 5% تاع الانعاش، 80% ما يحتاجوش الاكسجين وما يحتاجوش الاستشفاء، هذا حسب الاحصائيات والتقديرات تاع المنظمه العالميه للصحه. طيب عود اليك سيده بن حبيل للحديث اكثر عن البرنامج الهلال الاحمر الجزائري فيما يتعلق بالايام القادمه. الحديث باش نركز على مواصله المجهودات والقيام بالمساعي الاداريه لتلقي تجهيزات الاكسجين من مكثفات ومولدات. ايضا رانا مجندين بالنسبه للتلقيح. نحاول نشوف كيفاش نساهم باقدر فكرنا نعطيت الانطلاقه. طيب مقارنه بحقبه قليله مضت، هل اليوم ترون انه من خلال هذه عمليه التلقيح انه الجزائريين اليوم اصبحوا اكثر تجاوبا مقارنه بمرحله مضت؟ بيني وبينك احنا من البدايه يعني انخرطنا في عمليه تحسيس التلقيح والتحسيس الجواري، احنا ما نعملوش تجمعات نمشي والناس خايفة بعد عمين يموتوا دعايات إلى آخره. الآن أصبحت الناس تتصل بينا ويطلبوا باش يلقحوا، ولابد احنا مرانا نفكر أيضا باش نلقح الناس اللي في الشارع اللي بدون مأوى. المهاجرين اللي متواجدين عندنا لأن هذا أمر مهم مصدر، لا هذا طلبناه من بكري. الشيء اللي عرقلنا احنا ما عندناش إمكانيات المدينة، احنا ماذا بينا نركز كثير على التنسيق. احنا في الهلال الأحمر يعني عندنا دائما شراكة، الآن باش نزيد ننسق أكثر مع وزارة الصحة حتى نتمكن بالقيام بهذه العملية. الآن التلقيح مطلوب جدا من عند البوصلة. مشيت المدية مؤخرا لها 3 أو 4 أيام، أعطيت الانطلاقة إلى المبادرة متاع التلقيح الجواري سيارتي، وزرت مركز متاع التلقيح المتابع للهلال الأحمر، قولك إقبال كبير. لقيت ناس ما همش مثقف يعني ما همش مستوى ثقافي حاملين شهادات ولا بوسطة، لكن واعيين بضرورة التلقيح. لذا انا نظن طبعا انا ندور ونرجع الاكسجين مهم جدا باش ننقذ الارواح، حاليا لابد نركز على هذا الجانب، لكن ما يلزموش هذا الجانب نتخلاو على الشيء اللي رافق الشيء اللي باش يتسبب في وضع حد للاحتياج بالكميه الكبيره نتاع الاكسجين اللي هو التلقيح و توزيع المواد الغذائية للمواطنين اللي بحاجة إلى ذلك والكمامات ومواد التعقيم. أنا تسمح لي الكمامة غالية بالنسبة للمواطن، غالية بعض المواطنين. أنا ما نحكيش على المواطن، نتحدث عن الشرائح، نحكي التي على الشرائح. أنا نسميهم الذين يتعذبون في صمت ما يسمع بهم حتى واحد.
طيب وهل الهلال الأحمر الجزائري يسمع بهذه الشريحة السادة بن حبيلس؟ اسمح لي، هذا هو الشعار. احنا من 2014 ركزنا على هذه المناطق وعلى هذا. يعني اسأل ولاد بشيمة في ليزوراس، اسأل الحدادة في سوغاراس، اسأل جهة الواد النقوسة في ورقلان، مناطق يعني تين زواتين تين ترابين. يعني احنا مركزين على المناطق الجبلية والمناطق النائية. على هذاك ممكن نشاطنا من باش كثير في العواصم الكبرى. طيب سيدة فاحي، باختصار وأنت التي تعيشين ربما مرحليا الإصابات والوفيات في المستشفى الذي تعملين فيه، هل الجزائر اليوم أمام حتمية الذهاب إلى اللقاح؟ أكيد. إحنا من شعار لنا النادي وللقاح، لأنه حاليا هو الوحيد، يعني هو الحل الوحيد اللي يقدر يخرجنا من هذه الجائحة. لأن حتى ولو كان مثلا داير اللقاح ويصيب بكوفيد 19 حيكون أقل ضرر. يعني دائما أنا نوعي في المرضى اللي راهم يجيونا، نقول لهم بعد ما تبراوا إن شاء الله تخرجوا، بون يجوز بيان سور عند الطبيب التريتون تاعو باش يعرف واش هي المدة اللازمة اللي يقعد فيها باش يروح يدير عملية التلقيح. طيب ومن الناحية النفسية كيف تتعاملون مع هذه الحالات؟ من الناحية النفسية أنا بدوري نقوم بوضع حصص سيكولوجية للمرضى، ندخلوا للكوفيد بيان سور، نتعاملوا معهم، ناخذ حوالي 10 دقائق ربع ساعة مع كل مريض حسب الاحتياجات. واش قلنا؟ واحد ما نعطولوش فوق الحد تاعو باش ما نضيعوش حوايج واحد أخرى. طيب سيدة تفاحي، هذا شيء مهم أيضا. هل وقفتي على بعض الحالات التي ربما سجلت أعراض جانبية بعد تعرضها وإصابتها بفيروس كورونا وربما قد أصيبت بإحباط نوعا ما؟ كيف يمكن إخراج مثل هذه الحالات من الانطواء إن صح التعبير على نفسها في بعض الأحيان من جانب النفسي؟ يعني نعم، تعرضنا كثير من المرضى سواء كنا نديروا كونسلتاسيون انترن ولا اكسترن. ديجا حنا المرضى حاجة الأولى كنا نشوفوا المرضى اللي كانوا أوسبيتاليزي، يعني لازم نشوف كاين مريض اللي نلقاو عنده اضطراب لانوريكسي، نلقاو عنده اضطراب لانسومني، المريض تاع الكوفيد ما يرقدش ما يعرفش النوم، نلجؤوا الى اطباء عقليين باش يعطونا لو تريتمون ولا لو ريانيماتور باش يمدلوا لاغوكسيل ولا اتاراكس. يبكي يقول لك ما نرقدش، تخيل انت يستنى روحو يموت ما يقدرش يتنفس ويزيد ما يرقدش. هنا حنا نديروا لهم لا غولاكساسيون، نديروا معاهم حوار، نقول له باسكو هو يكون في درجه القلق، هو قد ما يخرج هذاك القلق اللي راهو فيه قد ما يبدا ينقص الاعراض الاكتئاب. اما المرضى اللي شفناهم، كاين مرضى تواصلنا معاهم بعد ما خرجوا من لوبيتال، يعني قعدوا شهر ولا تواصلنا معاهم. يعني هذوك المرضى اللي فريمون كانوا بزاف متاثرين، كاين مثلا نعطيك مثلا حاله فقط تاع مريضه دارت امبولي تخثر الدم لحقت حتى وين قطعوا لها الصبع تاعها، لحد الان كي عاودت الموجه الثالثه كل يوم تقول لي بالك انا هذه المره يقطعوا لي يدي، بالك يقطعوا لي رجلي. صحيح. يعني باش تشوف الكوفيد وين لحقنا. من لقوا ان يعني الجانب النفسي دائما بدل ما عندكش مناعه دائما راك تزيد تعاود تحبط، لازم نديرو كيما يفو غياني مينوتخ. طيب دكتور، وانت الذي كنت تستمع الان لما كانت تخوض فيه الاستاذه والسيده تفاحي فيما يتعلق بالاعراض التي تحدثت عنها، وكانت شهيده على انه في حاله صاحبتها ربما بعض الاعراض الجانبيه على غرار قطع اصبعها كما قالت السيده تفاحي، ما هي الاعراض الجانبيه ربما الاساسيه التي ترافق بعض الحالات التي تصاب بفيروس كورونا؟ إلى حد الآن ما عندناش دراسات علمية بار مونك دو روكول، ولكن عندنا دراسات على فيروسات أخرى وعندنا ملاحظات يسجلوها اليوم الأطباء، لأنه اليوم الكوفيد عنده تقريبا عام ونص. كان الناس اللي يسجلوا حالة الإعياء الشديد، يعني الناس اللي داروا كوفيد مورها يسجلوا، وهذه مدونة ملاحظة ولكن مدونة بأبحاث علمية في الفيروسات التاجية في المرس اللي ضرب في العربية السعودية في 2012، وكذلك في السارس اللي ضرب في أول مرة في الصين في 2003، ومن نفس العائلة، يعني من عائلة الفيروسات التاجية. إذا عندنا دراسات علمية موثقة على فيروسات أخرى، وعندنا ملاحظات الآن محتاجة إلى دراسات علمية متفرقة لإثباتها، ومن بينها هذه يعني نقص السعة التنفسية وخاصة عند الرياضيين هذا، وكذلك ليزارترالجي اللي تقعد بعد، وامور اخرى اللي تجي يعني بوست كوفيد بعد الكوفيد
بعض الأعراض الخفيفة اللي يديوها الناس إلى يوم هذا، ولكن تبقى في إطار طيب الملاحظات. دكتور ملهاي، باختصار في ظل كل هذه المعطيات التي نتحدث عليها، وفي ظل أيضا الحديث عن دلتا بلاس ربما الذي راج مؤخرا في منصات التواصل الاجتماعي وعند الجزائريين، وربما كما كنت تقول أنت في بداية البرنامج لا يمكن تنبؤ بأي شيء في نهاية المطاف، لكن يمكن الحديث عن موجة رابعة ترافقها سلالة دلتا أربعة، يعني فيه توقعات، يعني في حالة ما أنه كان هذا السيناريو، البعض لحد الآن لم يتعد من كل السيناريوهات التي مرت منذ بداية هذه الجائحة، ما هي النصيحة التي يمكن أخذها بمحمل الجد كي على الأقل يتعظ كل الجزائريين خاصة المتهاونين والذين في بعض الأحيان يستهترون إلى درجة أنه ما يخممش أصلا في حالته؟ دكتور تفضل. نعم، احنا نقول زيد هنا ناكد واش كانت تقول الاستاذه بن حبيله سمو ذو قليل، قالت باننا في حاله حرب. وفعلا نحن في حاله حرب مع عدو خفي يضرب في اي مكان وعنده في اي زمان ويعني عنده لي ركول دو طون زاوتر، يدير يعني انسحابات، ينسحب يهدن الامور ويعاود يظهر. احنا اليوم رانا دون زون فلومبي، رانا في حراه الفيروس راهو في حال توهج. ظهور سلالات جديدة كذلك سريعة الانتشار. الأولوية بكري كنا نحذروا، يعني ما كناش نخوفوا. زيد اليوم لما كنا نتوقع ونديروا توقعات ونقولوا حذاري، ماهوش باش نخوف، نقولوا حذاري باش ما نروحوش، وكنا نقولوا الوضعية راح تطورت ولي خطيرة ولات خطيرة. لماذا؟ لأن اليوم كانت حالة تشبع. هذه المشاكل كاع منين جاية؟ جاية من حالة تشبع المستشفيات، وكنا نحذروا والآن باش ما نروحوش إلى ما لا يحمد عقباه، وباش ما نروحوش إلى انهيار المنظومة الصحية، وما نروحوش إلى خروج الوضع عن السيطرة. واش نديرو؟ أول حاجة نضامنوا كما كانت التضامن بيناتنا، ماهوش غير قطاع الصحة برك اللي يضامن. أنا وجهت نداء منذ حوالي 15 يوم لكل الجزائريين، لأننا في حالة حرب لازم نضامنوا باش نجابهوا هذا العدو الخفي والخطير. الشيء الأول سي لابسوبسيون دو لوند، يعني نمتصوا الموجة. الشيء الثاني كسر السلاسل تاع الانتقال، لازم نحاصروا الفيروس بالاجراءات الوقائيه المعروفه. الشعب الجزائري اليوم ما قروش ما نعلموش الاجراءات الوقائيه، يعرفها، عنده ثقافه صحيه ونقولوا له التزم بها فقط. هذا الشيء اللي نوصوه. الشيء اللي مور هذا مور التدابير الوقائيه، وهذا حل علمي، لازم نروحوا الى تلقيح جماعي، اون فاكسيناسيون دو ماس. وعلاش نقولوا هكذا يا نبرر دائما؟ لان الفيروسات هذه كل ما نطولها الوقت رانا في حرب، كل ما يعني كل ما تخلقها كل ما تسيطر عليها باختصار. وهذه الاستراتيجية تاع الدول كامل باه نسيطروا عليها. الإجراءات الوقائية ثبتت المحدودية تاعها لعدم الالتزام بها من البعض. طيب مش كامل. طيب ولكن نروح للقاح، وهو شيء مهم جدا وحل العلمي الأمثل. طيب باختصار شديد سيدة بن حبيلس، رسالة أخيرة في نهاية البرنامج. رسالة واضحة. رسالة، إذا كان نحب نسيطروا على هذا الوضع، وإذا كان في يعني سبب الانحباط المعنوي والمشاكل البسيكولوجية ناجمة على الشعور بالوحدانية، الإنسان يشعر أنه وحده، لابد الجزائريين والجزائريات نقولها ونكررها، مهما كانت اختلافاتنا الإيديولوجية، مهما كانت اختلافاتنا السياسية، مهما كانت اختلافاتنا الشخصية إلى آخره، الآن يعني يلزمهم يوعوا ويفيقوا. ما هيش هذه صراع سياسي ولا انتخابات ولا، هذه قضية حياة أو موت، كما يتمس هذا كما نتمسوا احنا. على هذا كان قلت لهم يعني حتى اللي ينتقدوا ما عليه، بلكش عن حسن نية ولا عفى الله عما سلف. أنا كي نسمع الأستاذ يحكي نخاف. إذا كان باش نكملوا في هذه المسيرة، لا نحذروا، احنا ما نخوفوش. لا لا اسمح لي، نخاف نخاف يعني لا بوبولاسيون، نخاف حاجة أخرى، نخاف كيفاش نخاف؟ نخاف كي إذا كان ما نستدركش الوضع، وخاصة أنا عندي ثقة في الأطباء وكمل القضية في ديننا احنا مواطنين ومواطنات، ما حتى حكاية مجتمع مدني ولا ما هيش الكل معني اليوم، الكل معني. يلزم كل مواطن جزائري نخاف إذا كان ما البعض ما يوعاش نبقاو في نفس الخطأ. لذا أنا الأوان
أن نتحد ضد عدو واحد اللي هو الكوفيد وليس ظاهرا كما قال الدكتور. طيب سيدة فاحي وسيدة فاحي كلمة أخيرة في نهاية البرنامج ورسالة أخيرة. اللي لازم تدركوا مصطلحين لازم تعتمدوا عليهم هي المسؤولية والثقة بالنفس باش نقدروا ننشروا الطمأنينة في النفوس. لازم احنا نعرفوا واحد الطمأنينة في النفوس هو عبارة عن منهج نبوي، هو منهج نبوي لازم كل واحد فينا يكون صح كما قال هو نكون خايف وبصح في نفس الوقت لازم نعرف نطمئن نفسي وشكون اللي يطمئن نفسه اللي تكون عنده ثقة بالنفس وبالتالي ننقلوا بيناتنا رسائل إيجابية نديروا طاقة إيجابية ونبتعدوا عن الطاقة السلبية وإن شاء الله نخرجوا إلى الخير. ويعتبر التلقيح هو عبارة عن مسار لحل ولو جزء مؤقت من مشكل هذا تاع الكوفيد. نعم طيب شكرا جزيلا لك سيدة فاحي الأخصائية النفسية على تلبية الدعوة، كما أشكرك أيضا سادة سعيدة بن حبيلس رئيس الهلال الأحمر الجزائري على تلبية الدعوة، أشكرك أيضا دكتور ملهاج على تلبية دعوة البرنامج. إذا مشاهدينا الكرام رسالتي أنا في الأخير أقول لكم أنت ونحن كلنا اليوم معنيين بمجابهة هذا الوباء في ظل هذه الوضعية الوبائية المستعصية التي يعيشها العالم بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة. وإذا ما خفتش على روحك أنت خاف على والديك، خاف على إماك، وخاف على باباك، وخاف على كل المحاطين بك. إلى هنا مشاهدينا نأتي وإياكم إلى ختام هذا العدد من برنامج من الحياة، ألقاكم في عدد أخرى. لكم مني أطيب المنى والسلام عليكم.